بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد أحمد عيد، أنا شغال في مركز نفوس مهندس تخيلات. أنا بصراحة كنت بحاول أحسن مستواي العلمي خاصة في مجال لاند سكيب، فبحثت وكده على النت فوجئت إن في أكاديمية متخصصة في المجال ده، أكاديمية أغا خان. بصراحة الناس هنا محترمين جدا جدا، بيدربوا في منتهى الأدب والأخلاق مع الناس، بالذات المحاضرين على مستوى عالي من الكفاءة العلمية، والمادة طبعا غنية بالمعرفة. وطبعا المحتوى العلمي طبعا محتاج، هو كورس احنا خدناه بس مش كفاية، محتاجين ناخد أكتر من كورس في المجال، طور رابط كثير من المجالات ببعضها، من علوم أراضي وهندسة إلى آخره. وبصراحة أنا من ربنا يكرمهم وإن شاء الله نطلع مستفيدين.